عبر الهاتف من الحدود سوريا التركية ماهر أبو أسعد الناشط الإعلامي. سيد ماهر، مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني من خلال ما يصلك من معلومات دقيقة من داخل الرقة، ماذا يجري الآن في داخل الرقة بالتحديد؟ مساء الخير للجميع. بداية، مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية واشتداد حدة المعارك بينها وبين تنظيم داعش الإرهابي على تخوم المدينة من الجهة الشمالية، يقوم عناصر التنظيم حاليا باعتقالات عشوائية في مدينة الرقة، حملة اعتقالات عشوائية كبيرة يقوم بها التنظيم، حيث اعتقل خلال الأيام الماضية عشرات الشباب وعشرات النساء أيضا وكبار السن، للتأكيد على قوته وجبروته من جهة، ولأجل إخماد أي حركة تمرد محتملة للأهالي ضد عناصر التنظيم من جهة ثانية. بالمقابل، لا زال قيادي التنظيم من الصف الأول والثاني يخرجون ويفرون من مدينة الرقة باتجاه مدينة دير الزور، وحصيا مدينة الميادين في الأرياف الشرقية لمدينة دير الزور التي استقبلت أعداد كبيرة من عناصر التنظيم خلال الأيام الماضية. طيب، يعني قلت بأنهم يقومون بعملية اعتقال يعني تفاديا لأي حركة تمرد مدني في الداخل، يعني المدنيون في الداخل يعني ماذا يقولون مع اقتراب اقتحام الرقة، مع اقتراب معركة تحرير الرقة؟ هل هناك أي احتمالات من أن ربما أن يكون هناك أي تمرد مدني أو ضد داعش طبعا، أو دعم مدني للقوات عند دخولها؟ ماذا يقولون بالتحديد؟ بطبيعة الحال المدنيون في الرقة مغلوب على أمرهم، يعني لا يملكون السلاح ولا يملكون أي قوة يقاومون بها التنظيم، لكن هم بشكل أو بآخر يدعمون أي أحد يقوم بمساعدتهم في الخلاص من التنظيم الإرهابي. نعم. طيب، في حال اقتحام الرقة إلى أين يمكن أن يلجأ التنظيم، يعني أفراد التنظيم؟ هل ممكن أن يلجأ إلى الأنفاق، إلى السيارات المفخخة؟ يعني ما الخيارات المطروحة أمامه بحسب المعلومات من الداخل، بحسب معرفتك يعني بالرقة كمدينة؟ حسب معرفتي في المدينة، تنظيم داعش طبعا بنى عدد كبير من القساط الإسمنتية لتشغيلها وملئها بالنفط لتشغيلها لإعاقة الطيران، وكذلك حفر عدد كبير من الخنادق حول المدينة، لكن ما يظنه الأهالي هناك أن مع خروج أعداد كبيرة من قيادي التنظيم وعناصره الأجانب باتجاه دير الزور، فإن المدينة ممكن أن تكون تشهد معارك على غران مدينة الطبقة مجرد أسابيع يعني. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا ماهر أبو أسعد ناشط الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الحدود السورية التركية.